السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه ربط ماسكه او جوستيك سوني 4، الناس ما تشوفون جوستيك سوني 4، ربطه بالهاتف، يعني كيف بدون سلك، بدون واير، اوكي، بدون كيبل. فراح نربط الجوستيك المسكه هذا بالهاتف، يعني تتحكم كل شيء، تتحكم عن طريق الجوستيك، تتحكم هاتفك عن طريق الجوستيك. يعني تبي تلعب مثلا بوبجي، تبي تلعب محاكي بي اي بي بي اس اس بي بي او محاكي الدولفين، فراح تتحكم عن طريق هذا، يعني تلعب العاب عن طريق الجوستيك كانك تلعب سوني 4 مو بس بهاتف. طبعا شيء خرافي، شيء رهيب، يعني حتى ما اطول في الفيديو الحين، حتى تربط بين الجوستيك والهاتف اندرويد. كل ما عليك انك تضغط على زر الشير، ناس ما يشوفون الشير، وزر الستارت هذا الخيار، ناس ما يشوفون زر اللي في الوسط، شوفوا حتى اوضح الكاميرا، ناس ما يشوفون زر الستارت مع بعض، اضغط عليه هذا الزر الشير وزر الستارت مع بعض ضغطه مطوله، اوكي، ضغطه مطوله. بعد ما تضغط، ناس ما تشوفون بيعطيك هذا الليت، هذا الشعاع او هذا الضوء اللي بالشغل الثاني، يعني الحين البلوتوث شغال. كل ما عليك انك تفتح الجوال، تروح للبلوتوث، عفوا البلوتوث، تروح للبلوتوث، ناس ما تشوفون ضغطه مطول على البلوتوث، شوفوا ضغطه مطول على البلوتوث، اوكي. الحين جاري البحث، ناس ما تشوفون حصل الجهاز مباشره، يبدا يحصل الجهاز هذا، اوكي، اضغط عليه واشبك الجوال. هنا بيعطيك هذا الخيار، اضغط احط علامه صح واضغط اقتران. الحين اقترنا بين الجهاز الجوستيك والاندرويد، هاتف اندرويد. الناس ما تشوفون تم الاجهزه المقترنه، عندي جهازين من اول، اللابتوب والكمبيوتر، وعندي الحين ضفت الجهاز اللي هو هذا مس الجوستيك. الحين خلاص، الحين الناس ما تشوفون، شوفوا الحين اقدر اتحكم في الجوستيك، شوفوا اوكي، ادخل مثلا على اعدادات ملفات، شوف راح بدخل، بضغط على اكس راح يدخل، اضغط على الدائره يدخل. الناس ما تشوفون تحكمنا، تحولنا هذا الى التحكم للاندرويد. الحين مثلا تبي تلعب لعبه، اوكي، مثلا انا راح بجرب على محاكي بي 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 اس اس بي بي، اوكي، راح نبدا راح نشغل اللعبه واشوفوا كيف راح بتحكم في اللعبه. الحين مثلا هذا شو اسمه، هذا اللعبه، لعبه المصارعه، الناس ما تشوفون الحين، شوفوا ازرار كل شيء صار شغال، راح احطني حتى اوريكم اوضح، شوفوا اتحكم في الالوان، R1، شوفوا هذا كل شيء شغال كانك تلعب بلاي ستيشن، اوكي اوكي. الحين نبدا اللعبه، لعبه مصارعه، نبدا اللعبه، خلنا نعلي الصوت بس، اوكي، اختار جون سينا، اوكي، اختار جون سينا. الحين نبدا اللعبه، طبعا تقدر تخفي هذا الازرار، يعني تلعب بالجوستيك بدون ما يظهر الازرار هنا في الشاشه، اوكي، راح بشرح لكم بعد شوي، اوكي. هلا نختار اي شخصيه، يعني هذا الازرار راح نحذفها، راح يكون يعني بس تلعب مع الجوستيك بدون ما يظهر الازرار في الشاشه، حتى ما تلخبط في الشاشه. شوفوا الحين اللعبه، كان العب بالجوستيك، شوفوا انا جون سينا، لا انا الاصفر، اخترت الاصفر بعشوائي، اوكي، انا الاصفر. شوفوا الحين برجع لورا، شوفوا برجع لورا، الناس ما يشوفون قاعد ارجع لورا، يا رباه، شوفوا قتلت جون سينا. الحين حتى اشرح لكم كيف تحذف الازرار، هذا الازرار مثلا، الازرار تختفي يعني كم ثواني تختفي، بس اذا ما تريد يظهر هذا الازرار نهائيا، كل ما عليك انك ترجع تضغط على هذا الرجوع، اوكي، تروح للاعدادات، تحكم، اوكي، تنزل لتحت، بتحصل شفافيه الازرار، ناس ما تشوفون شفافيه الازرار، حطني الى صفر، حط الصفر، اوكي، واضغط على حسنا، فخلاص الحين اذا ترجع اللعبه، الناس ما يشوفون الازرار مش موجود. الحين تقدر تستمتع باللعبه بدون ما يظهر الازرار، شوفوا
هو سوى سوبر شت. شوفوا شوفوا يا رب، شوفوا قتلته ضرب القاضية. يعني تقدر تستمتع بهذا بالالعاب اندرويد كانك تلعب بي اس 4 بي اس 3 بي اس 2 بالجوستيك، يعني شيء واقعي شيء خرافي. انصح الكل انه يشتري جهاز جوستيك ويستمتع في الالعاب الاندرويد بهاتفك الاندرويد. بس ما بطل في الفيديو، هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.